على هذه الحكومة الجديدة أن تستمع لشعبها، هذا الشعب الذي خرج بمئات الألوف بالملايين على مدار 9 شهور، عليها أن تستمع للسواد الأعظم للأغلبية التي تريد وقف فوري ودائم لإطلاق النار ولحرب الإبادة في غزة، وكل عموم فلسطين، عموم الشعب الفلسطيني وأغلبيته يريد وقف تصدير السلاح لدولة ترتكب جريمة الإبادة والآن تحاكم في محكمة العدل الدولية. على الحكومة الجديدة أن تصمت لشعبها الذي يريد اعتراف فوري بدولة فلسطين، على هذه الحكومة أن تنفذ وعودها، هي التي وعدت بالتغيير، وعدت بالالتزام بقواعد القانون الدولي، وأيضا وعدت بالاعتراف بدولة فلسطين، وأيضا على هذه الحكومة أن تلتزم التزام حديدي بالقانون الدولي، بالنظام الذي بني بعد ولاية الحرب العالمية الثانية، وأن لا تكرر ما حاولت أن تفعل الحكومة السابقة من محاولة حماية دولة الاحتلال من أي محاسبة، من أي ملاحقة قانونية.